في لاعبين يحتاجون إلى سرعة أكثر في بناء الهجمة وإلى تركيز حتى كرة تعود مرة أخرى من جهة في الانتظار. وين هالمساحة المطلوبة؟ وين هاللمسة المطلوبة؟ وين هالقذيفة؟ وين هالتمريرة؟ وين نواف على عابد على اليسار يلعب كرة عرضية خطيرة؟ رجعت مرة أخرى نواف العابد إلى الفرق حسن إلى نواف العابد تحرك هجومي الآن لعابة تمريرة بينية خطيرة لكن الدفاع يتدخل والكثير من الدعم في هذه الأثناء. نواف العابد كرة عرضية خطيرة بالرأس لكنها عدت من عمر فراسية عمر ولكنها بعد ذلك اعتلت العارضة رغم مجموعة من المحاولات. زلان هل تكتمل بهدف نواف بكرة المولد حلوة كرة نواف العابد في مثل هذه الكرات القوية من جانب نواف العابد لم يكن متسلل قبل العابد على تنفيذ ركلة جزائية فرصة سعودية نواف العابد مباراة معقدة وصعبة 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 ولا بد أن يستغلها نواف بالقدم اليسرى الموسيقية كرة في الشباك التايلندية. أبطال آسيا 2007 ذهبية الأسياد في 82 في نيودلهي وهدف تاريخي في الدقيقة 82 ساهم في وصول الأخضر والصقور إلى الدورة النهائية في كرة ولوها السعوديين في الوقت القاتل تمشي كرة خطيرة والحارس أول لمس للكرة اللي قلت أمل الوحيد في هذا اللقاء للعودة هي الكرة الثابتة مخالفات وركنية للمنتخب السعودي من تنفيذ نواف العابد والحارس كرة صعبة وممتازة نواف أم حميد نواف يتقدم نواف ويحطها في الشباك هنا كس في المدرجات وتنقلب في المدرجات من مدرجات العراق إلى مدارج السعودية هدف لهدف في لقاء قمة العرب هنا في ثوب آسيا السعودي كرة خطيرة وضرب جزاء ثانية مش ممكن ضرب لهذا ولذاك هل هي ضرب جزاء ملان خلي الحكو الركض لموسكو حتى لو مشات الرجال على الركب تمشي كرة خطيرة الحارس الثاني عراقي غريب وعجيب انهيار وتراجع عراقي غريب وعجيب تغيرت المعطيات معاذ يمرر ممتازة لنواف مر نواف يحاول التغطية موجودة عليه العابد يمرر بينية والشاري يحاول أمام المرمى أول لاحظ الكرة الجميلة من نواف والله على نواف والله على يحيى نواف العابد يتواجد على الطرف ثم مرور الله العابد يسدد كرة لكن إلى فرصة للسعودية ممتازة ممررة فرصة للعابد تسديده بالعابد أولا ثم الشمراني لكن هنا تشعر عبد الجاسم الى جانب نواف العابد يتحرك ويمرر ممتاز عند معاذ شمراني واقف لكن كره تمرر عند معاذ على الجهه العرضيه الشمراني التغطيه موجوده العابد يمرر ممتازه فرصه للمنتخب السعودي طالت على الكره طالت ذهبت الى يد حارس مرمى ماثيو ريان الاخطاء لا تحصل على بطاقه بينما عندنا كره عند نواف العابد نواف امام براد مر نواف يتقدم يمر الجاسم ينطلق التيسير يمر الجاسم يتوقع الجاسم وعرضية أمام المرمى العابد يحاول تصديده من معاذ المباراة الثانية هذه الكرة وبرافو عليك تيسير الله عليك يا تيسير توغل هنا معاذ هوب تصديده ثم شمراني الآن أصبح لديه ثقة أكبر لديه ثقة أكبر الشمراني لاعب يسجل هدف بينما هنا كرة أمامية ممتاز المولد أمام المرمى دخول مولد يا سلام على الدخول والتسديدة كانت جميلة الإمارات يعود إلى أكتوبر الماضي في ذهاب التصفيات بجدة محمد اللي يخسر الكرة وترجع بإمكانية التصويب ونواف رائعة لكن وين إسماعيل أحمد ما زالت الخطورة في هذه الكرة ويعدي نواف رائع نواف يوزع جول لا على الدفاعات الإماراتية عماري في مهب الرياح نواف في كامل النجاح ولكن يوسع وما زالت الخطورة السعودية نواف العبد نواف يصاب وين فالمدرب
يسير يحاول التصويب لا كرة رائعة ياسر الشهري عدي والتصويب او ضربة مرمى قادرة على اختراق الدفاعات الإماراتية هو السؤال المطروح الآن إلى أي حد تزامن حضوره في الهلال مع أحد عمالقة اللعبة في تاريخ السعودية يعني محمد يوصل تيسير تيسير بعيدة في القائم الثاني يتبعها من جديد نواف العابد وين الكوب يعدي نواف يوزع غريبة نواف العابد يوزع كرة بالرأس مرة أخرى ياخذها المنتخب نواف 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 وين يمر لتيسير تيسير 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 التصوير كابت بتيسير السعودي مثير مثير وعلى الدرب المونديال يسير 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 شوف الكرة في البداية تيسير وفي النهاية نواف بكرة جباله وحتى المنتخب الياباني في بين الهجمة نواف العابد برا من هنا العابد عد تمريره ليحيى المثلث اكتمل مع نواف حتى في المرة الأولى نواف عودة مرة أخرى لاستلمها الفرج انتشار سعودي في مناطق اليابان الأخضر يلعب في سايتاما ونواف يكسب خطأ ليبحث عن الكرة دائما دقائق الماضية المنتخب السعودي يلعب بكيفية جيدة مرة أخرى لمصعات نواف العابد العابد حافظ على كرة تعدى مر نواف بشكل جميل تمريرة بينية الكرة العابد بينية على تياتي لبيل ناصر الشبراني قوية وكرة في المرمى في شك مشاركته من عدمها بداعي الإصابة ثم هنالك يحيى الشهري الموجود أيضا في قائمة الأخضر الأساسية في هذه المباراة نواف العابد أمام أكثر من لاعب وسلمان فرج لنواف أجمل مرور أجمل مهارة ومع كرة انتظار يحيى يحيى من أجل الثاني يحيى يحيى يلعبها عرضية السهلاوي بالراس ولكن حارس المرمى يوضع خلف نواف يبحث عن تمريرة للأمام باتجاه السهلاوي خلف المدافعين يا ولد الله شوف لعيب الكرة يا حريف يا لعيب يا عبد وين السهلاوي أجمل كنترول مدافع الأهلي نواف العابد العابد صعب المرور للعابد الخيبري على اليسار منصور الحربي السهلاوي في موقف الجناح يخسر الكرة نواف يسترجعها علي عدنان يوزع كرة بالراس 97 مباراة في تصفيات كأس العالم للعراق الدفاع للمنتخب العراقي نواف العابد كرة رائعة روعة روعة من نواف العابد كرة ليشاري هل تجاوزت برمتها احترم احمد ابراهيم احترم وكرة بالراس هو احمد ابراهيم هو عربية راموس الكرة العربية احمد ابراهيم شوفوا بالراس نعرفه نعرفه من زمان غدار غدار وعنده راس مدر حمشي احمد ابراهيم انقاذ ممتاز من نافع نافع العابد الكرة ممتازة ليس الشهراني 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 سريع نواف التسويق التسويق الكرة اخترع الخيبري بالتمات يعدي الشهري وامكانية التسويق سار باليسار اسطر يا ستار بجانب محمد حمد ولعت هذه التسويبة يرجع الآن كالعادة النظام بأربع لاعبين في الدفاع وكرة ليحيى شارو يحيى شارو التصوير العاصمة الروسية العب يا شهري العب باليسار جبانو نواف العابد نواف نواف يحافظ على كورته ضيف
وثلاثة فوز كمستضيف للأبيض الإماراتي. كرة خطيرة، كرة ابن هولندا، ترجع الكرة عن طريق المنتصف، فمش خطا، خطيرة خطيرة، وحلوة برشا، كرة تدور فعلا ضربة جزاء. انطلق الفريق السعودي، كرة من نواف، يمشي العابد، العابد جول جول جول، رجل الدقائق الأخيرة، لأنه حقق انتصارات غالية جدا في الخواتيم والعبرة بالخواتيم في ماتش تايلاندا. أيوة مباراة، أيوة إثارة، أيوة روعة، والكرة في خطأ الكرة. شوف اللقطة الفنية من نواف العابد، سامحني راني متعدي، ايش تعمل يا طارق يا أحمد يا عمق الوسط. نواف العابد رجل مباراة في أول 15 كرة على فكرة. إدواردو باوزا عنده تجربة خليجية عربية قبل إمارات 2009 في النصر العالمي. لحظات صعبة على الفريق الإماراتي، الأبيض يعاني، الأخضر يكتسح، الأخضر يكتسح. أنا السعودية السيطرة واضحة، شاري شاري حل، شاري حل، ويشوت نواف، ولكن ما يفوز في اللقطة الأخيرة. مبخوت وعنده بخت لأنه ما جاتش مليانة، فرج يهدو، يرجع وساوي أي انطلاق، مراوغة وندافع. نقاط اليوم هي اللي باش تحدد مباراة جدة، الراسية والعارضة. كابتن النادي الأهلي عدي كرة ممتازة، تدخل كذلك من عبد الله عطيف لنواف، العابد إلى الأمام، العابد للسلاوي، بعيد الكرة وسام عليها الشعري، وبمبدأ الأمان يحيى الشعري، الشعري لنواف، نواف نواف مخالفة لنا إلى كايسوكي هوندا، وكرة براس، كرة في ملعب الجوهرة، كرة للنواف، هذه هي ولا بلاش، هذه هي ولا بلاش، يا يحيى الشعري منصور، نواف العابد، يلا نواف، نهاية الوقت الأصلي والطبيعي الآن من أجل إسعاد السعوديين. وهذه الكرة الأولى لفادي، حاول المرور مع نواف، وفادي عدي يوسع، هذه الركنية يدوتشي بالرأس، خطيرة، وهذه هي الكرة، وهذه هي إيديغوتشي في التوزيع، كرة بالرأس من يوشيدا، لولا نواف العابد على مرة عبد اللطيف في عشارة لنواف العابد. منصور الحربي يطلب كرة ممتازة لتيسير الجسم، تيسير هولندي للمنتخب السعودي. هذا هو البحث عن العمق الدفاعي للهدف، ما فماش كلام، هذه هي الكرة الأولى، عبد اللطيف رائع، فادي المولد يعدي، هذه كرة التسويق، جول، وما زال ما زال، شوف الكرة، هات الصورة، البومبر البومبر شاب، يلا يلا يا سعود يا متعدي، يلا يلا جول، هيا هيا، لا جول مازال، وينو وينو شاري، ياو شاراني او نواف، نواف العابد، نواف نواف، تبادل الجميع، والشاراني بالكره اللي يحيى الشاري، الشاري بكره سريعه من نواف العابد، نواف شاراني.